مرحلة سياسية جديدة من شأنها إنهاء فترة انتقالية طويلة مرت خلالها البلاد بمختنقات عدة. هذا ما تجمع عليه دول عدة ترى في الاستحقاق الانتخابي حلا لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وبناء على قرار مجلس المفوضية رقم 58 لسنة 2017 فقد تقرر البدء في عملية تسجيل وتحديث سجل الناخبين. إعلان المفوضية العليا للانتخابات عقبته تحركات دولية داعمة لهذه الخطوة، جدد من خلالها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تأكيده أهمية مشاركة كل الأطراف في الانتخابات المقبلة خاصة المسلحين منهم. فهؤلاء سأدعوهم للالتحاق بالعملية السياسية، وإذا هم تخلوا فعلا عن السلاح فسيكونون موجودين في داخل الملتقى الوطني لكي يعلنوا تماما تخليهم عن السلاح والتحاقهم براكب الحل الوطني السياسي المتفاوض عليه. دعوة سلام المسلحين إلى التخلي عن عتادهم العسكري إذا أرادوا الدخول إلى الانتخابات رافقتها تأكيدات من الرجل أن قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر هو رقم لا يمكن تجاهله. مشير حفتر ليس يعني رقما يمكن تجاهله، والسيد حفتر كما تعلم هو يعني شخص له نفوذ حقيقي، يعني لديه قوى مسلحة، لديه رأي أيضا. تصريح يبدو أنه دفع قادة الميليشيا إلى تغيير مواقفهم من العملية السياسية، فأحمد المسماري الذي لوح في وقت غير بعيد باللجوء إلى الحل العسكري في حال انتهاء مهلة قائده دون حل الأزمة الراهنة، ها هو اليوم يؤكد التزامهم بالدولة المدنية ومبدأ التداول السلمي للسلطة ورفض إقصاء أي طرف أو تهميشه. لا الانتخابات، نعم المشير، نعم المشير، كسر كسر كسر. لكن ما تشهده مدينة بنغازي يفند هذا الالتزام، فما يظهره هذا المقطع يبرز حسب البعض قدرة قادة ميليشيات الكرامة على التلاعب بجميع الأوراق قصد بلوغ مبتغاهم لتفويض حفتر رئيسا للبلاد، تفويض قد يقوض العملية السياسية برمتها، خاصة وأن ملف خليفة حفتر المعروض على المحكمة الجنائية الدولية يورطه ومن معه في جرائم ضد الإنسانية.